السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصعب، how are you? We started today, start سورة الانشقاق to آية number 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. في مصعب، this is your homework. السلام عليكم